السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا باشمهندسين؟ كيف أخباركم؟ نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وطيبين كلكم. طبعاً للأسف يوم الاثنين الماضي ما قدرتش نسجل بحكم السفر. طبعاً كانت رحلتنا هي يوم الأحد، لكن بحكم الازدحام والترافيك ما لحقتش على الطيارة، فاتتني الطيارة يوم الأحد للأسف، وكان موقف يعني صعب جدا لأن عندي محاضرات وعندي شغل وعندي يعني مرتبط بعمل وعندي حجوزات فنادق وقصة يعني. بس الحمد لله توفقنا، حصلنا طيارة يوم الاثنين، اللي هي كنت ناوي إني نسجل يوم الاثنين، لكن للأسف كنت على سفر فما قدرتش، فأني نتأسف منكم. وهذه محاضرتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله حنتكلموا فيها على الإضاءة، نكملوا إضاءتنا. للأسف زي ما تشاهدوا إن ممكن الفيديو بدون معدات وبدون أي شيء، لكن أصريت إني نسجل اليوم لأن يعني ما نقدرش إني نتأخر بالمحاضرة أكثر من هيك. اليوم حنتكلم على الإضاءات زي ما قلنا، حنشرح بعض الأشياء اللي ممكن فاتتنا في المحاضرة الماضية، حنتكلم على إذا وفقنا نستكملوا الفيري بلان، عفوا الفيري لايت على شكل بلان، وحنتكلم على الأمبيانت فيري أمبيانت، حنحاولوا نتكلموا على الاي او اس او نوضحوها على اقل تقدير. في محاضرة السبت ممكن حناخدها تفصيليا، اللي هي الاضاءات اللي تشوفوا فيها تدير في ظلال باشكال وخرائط معينة. هذا كل شيء بالنسبة للماكس، الى جانب نصيحة مهمة اليوم اللي هي كيف تكون إنسان ناجح وعلاقاتك الاجتماعية علاقات يعني وطيدة وتكون مبنية على أسس صحيحة. ما مش نعطلكم أكثر من هيك، وأنا عندي التزامات في شغل، فلذلك على طول نمشي لمحاضرتنا. بسم الله نبدأ. طبعا أول شيء نبدأ به إن نغير اعداداتنا إلى الفيري زي ما دائما متعودين، طالما ان احنا نشتغلوا على الفيري فنبدو اعداداتنا ونغيروا الجلوبال اليمينيشن الى اريدنس ماب، سيتوريشن نخلوه 0.5، وايضا الكونتراست 0.5. هذا كل اعدادات حتى ما ياخدش معنا وقت طويل في الرندر تيست. Very very low، خلو السبديفيجن 30 بدل من 50، ونخلو 10 interpolation sample، يكون في نويز اكتر طبعا، بس احنا مجرد تيست. واللايت كاش برضو نغيروا اعداداتها، بدل من 1000 نخلوه 500. تمام. طبعا زي ما قلت لكم اليوم حنتكلم مع الاضاءة في الفيري، لكن قبل هذا كله انا بنصمم شكل كأنه غرفة، يعني والغرفة هذه نحولها إلى convert to editable poly، ناخدو الجدار هذا والجدار هذا نسوي لهم delete، والجدار هذا أو okay، ناخدو الشكل كامل، نعطو modifier shell باش نخلو له حواف. تمام. أنا مش محتاج دي سيجمنت في الشكل، فنعطيه سمك
بس اللي هو كأنه جدران سمك معين، ما بيش ناخد سمك كبير ونجهز المشهد متاعنا بحيث انه عفوا نجهز المشهد متاعنا بحيث انه هو يكون بالطريقة هذه. تمام كويس، اعتقادي هيك اقول جدا. ممكن نحطه بوكس صغير هنا ونحطه بالاوتو جريد بريق ونبدأ في اضاءتنا اللي حنشتغل عليها. احنا اول شيء تكلمنا في المحاضرات الماضية على الاضاءة ستاندرد، فاليوم حنتكلموا على عفوا وتكلمنا على الفي راي لايت. مبدئيا اخذنا البلان تقريبا المحاضرة الماضية، في راي لايت البلان تكلمنا عليها اعتقد الى حد ما غطينا كل جوانبها. البلان ممكن نوعية الإضاءة ممكن بس ما تكلمناش عليها، نوعية الإضاءة فزي ما قلنا احنا هنحطوا إضاءة. هو انا لسه مفعل الاوتو جريد فمش مشكلة، فهذه الإضاءة بتاعي تعتبر مراجعة بس للمحاضرة الماضية. طبعا الإضاءة بتاعي نقدر نحددها نوعها، هل هي دوم اللي هي نصف كرة أو سفير كرة، مش اللي هي نستخدم فيها في أحيانا إضاءة ناتجة من نوافذ أو الإضاءة المخفية أو جسم مضيء زي لمبات نيون يعني، أو ديسك الشكل، هذا الشكل متاع الإضاءة. وعندي التارجت نقدر نحدد الهدف متاع الإضاءة اللي هي قد يكون موجه في اتجاه معين أو في مسار معين. عندي اللينس والويت اللي هي طبعا الطول والعرض، نقدر نتحكم في الطول والعرض. تمام، قلنا عندي الوحدة متاع قياس الضوء اللومينوس وإلا ال ريديوستي باور أو ريديوستي، أنواع وحدات قياس الضوء. المولتيبلاير اللي هي شدة الضوء، طبعا طالما إني مش حاط فيزيكال كاميرا فالرقم 30 هذا رقم عالي جدا، خلوه واحد بس. اوكي نبدو في الرندر، سوري انا اخترت المشهد الخطا. ف شيفت كيو تعطيني الرندر، هذا الرندر بتاعي لو تلاحظوا هنا لان انا ما خليتهاش invisible للإضاءة بتاعي. تمام، ممكن تمام. أول شيء نغيره الأوبشن، خلوها انفيزيبل الإضاءة ونشوفوا النتيجة. شفت كيو أصبحت غير ظاهرة في المشهد متاعي، لكن التأثير متاعها طبعا تشوفوا في مؤثر. عندي دبل سايد طبعا إن هي من جهتين، خلينا من الأوبشن توا قاعدين في طبعا المود. المود اللي هو حرارة اللون أو حرارة الضوء، هل هي كضوء أو درجة؟ temperature اللي هي الدرجة، فممكن
مجرد ما نفتح التمبريتشر يعطيني كل قيمة بلون، كل قيمة بلون. لو زودنا مثلا شوفوا اللون تغير، كل ما نزود بيتغير اللون اللي عندي، كل ما ننزل عليه درجة، تمام. فهنا اختيار نوع الضوء أو لونه نتيجة يعني درجة حرارته أو ما إلى ذلك، تمام. نخليه كلر، ونخلي الكلر أبيض، أو نقدر ناخذ لماب، احنا مش هنستخدمه لماب، اوكي. قلنا احنا عندنا يعني الريكتانجل اللي هو المربع، مش نقدر نستخدم فيه دايركشن، عندي أمر آخر اللي هو الأوبشن. قلنا أول شيء كاست شادو اللي هو مفعل يكون زي ما تعرفوا مفعل كاست شادو، قلنا إن تفعل الظلال، دبل سايد إن من الجهتين، انفيزيبل ما تكونش باينة في المشهد. بعدين عندي أمور أخرى حنشرحها يعني بالتفصيل، اللي هي الأفكت ديفيوز. يعني أنتوا زي ما شفتوا لما اخذنا الرندر، هو حنشرحها في وقت آخر، لكن أغرب نعطيكم يعني فكرة بس. لما اخذنا الرندر الألوان كانت مش غريبة شوية، فاحنا عفوا احنا ممكن ناخذ الشكل متاعنا ونعطوه لون بالطريقة هذه، اوكي سوري اوكي، وهذا نعطوه لون برضو يكون تمام يميل، او خليه بالطريقة هذه، وهذا لون خليه مميز شوية، تمام اوكي. طب ناخده رندر ونشوفه القصة اللي تكلمت فيها هنا. هنا أول شيء شفتوا الألوان كيف يأثر عليها الضوء، فناخد الضوء وبنقول له الإفكت ديفيوز نخلوها مثلا 0.5، يعني اللون الحقيقي أو اللون الجسم بيقل مع الضوء، بيقل التأثير. خلوها 0.01، بيكون يعني إلى حد ما مش ملحوظ ملحوظ، لكن في أكيد. شفتوا التأثير متاع الضوء أثر عليه اللون، فهنا هذا نخلوه 1. وطبعا شفتوا تأثير السبيكلر اللي هو اللمعان، ناخذ شفت كيو مرة أخرى. طبعا اللمعان اللي تشوفوا فيه هذا تقدر تتحكم في الإفكت متاع، نخلوه 0.2 وناخده شيفت كيو، سوري شيفت كيو، فقل السبيكلر الناتج من الضوء. حنشرحه طبعا في وقت آخر، لأن احنا حاليا مش والانعكاس هذا كله حنشرحه بإذن الله. خلوه 0.1، اللمعان أقل كان
من الأول. تمام. عندنا طبعا لو تستثني من الضوء، تستثني مثلا تيبوت ولا اوكي، فمجرد ما ناخذ ريندر كأنه مش ساقط عليه الضوء. يعني نحتاجها بعض الأحيان لو عندي مثلا شكل فيه تفاصيل نضطر اني انا نستثنيه من الإضاءة ونرجع إلى مكان الأصلي. ورجعت الإضاءة عليه زي الأول. تمام، كويس. عندي بالإضافة إلى الإضاءة الفيري لايت، عندي أشياء أخرى اللي هي الفيري أي أو إس أي إي إس عفوا، وعندي الفيري أمبيانت، وعندي الفيري سان. أول حاجة بناخده الفيري أمبيانت. الفيري أمبيانت عبارة عن يعني أمرها بسيط، وحتى إعداداتها تشوفوا فيها إعدادات بسيطة. هي عبارة عن نقطة من ضوء زي توا، النقطة هذه تشوفوا فيها، النقطة هذه لما تحطها في المشهد متاعك ناخذ الإعدادات. طبعا أول إعداد لها اللي هي عبارة عن، عفوا سامحوني، هي إضاءة محيطية منتشرة في المشهد كله، أحيانا تستخدم في المشاهد لإضفاء ضوء محيط وفي منتشر في جميع الأماكن. إضاءة تقدر تختارها تكون مباشرة أو غير مباشرة، أو إضاءة مباشرة وغير مباشرة في نفس الوقت. يعني عدة أشياء تقدر تختارهم في الموضوع هذا. فأنا مجرد ضفتها عندي enable أو مطفية أو مشغلة، فإحنا مشغلينها. بناخده ريندر نشوفه تأثيرها على المشهد متاعنا. فلو تلاحظوا أنه ضوت لي دارت لي إضاءة على المشهد، حتى الأماكن اللي فيهم ظلال نورتهم زي ما تشوفوا. لو أنها مسكرة فناخد شيفت كيو، يختلف المشهد إلى حد ما بين الاثنين. في أمر هنا، هذا في حالة إني أنا مشغل فيزيكال كاميرا، ف كومبوسايت اكسبوجر، الخيار هذا لو فعلته حيتعامل مع خيار الفيزيكال كاميرا، لان اعدادات الفيزيكال كاميرا تقلل في الضوء، فهو ممكن يتعامل معها بطريقه افضل. بس احنا المشهد بتاعنا مش حاطين فيزيكال كاميرا. طبعا انا مشغل في حالة، خلينا نسكر الإضاءة هذه بس نشوف المشهد بتاعنا بطريقة أفضل، وناخد إضاءتنا اللي هي الأمبيانت ونشوفها شن تأثيرها في المشهد. طبعا هنا سكرنا الإضاءة الأولى، لاحظوا الإضاءة هذه إضاءة الأمبيانت فيري. كل ما نزيد شدة الضوء متاعي نزيدها من الانتنستي نخلوه مثلا 10،
تمام ونشوفوا تأثيرها. طبعا ما زال أكثر من 10، المفروض نحطه 30 أو 40. تمام شفت كيو، يعني ما فيش تأثير كبير. هنخلوها 50. التأثير متاعها أكبر، بس في نقطة، نوع الإضاءة اللي هو دايركت وجلوبال إليمينيشن. لو خليناها جلوبال إليمينيشن فقط اللي هي إضاءة غير مباشرة، واختينا الرندر متاعنا مش هتبين معانا لين نزيد الإضاءة أو نحط إضاءة خفيفة. هنلغي ال أو مش هنلغيها، ممكن نحولها إلى سفير. أو خليها دوم لايت. تمام، وبناخد الرندر بتاعي. سوري، يعني لسه مسكر الإضاءة. فلو تلاحظوا ان هي انتشرت الجلوبال، ناخده الامبيانت نعطوهم 150. يدوب تبان معانا. شيفت كيو، نتيجة الألوان ممكن مش واضحة تماما، ممكن سوري يعني مسكرها هي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الإضاءة كانت مقفلة وأنا نجرب. حطينا 150، فتكون حتكون عالية جدا. 150، خلاها 50 بس. استغربت ان الإضاءة يعني تأثير ما فيش. شفت كيو عالية جدا، 50. خلوها 10 بس. شفت كيو، نتيجة طبعا الجلوبال إليمينيشن. لاحظتوا هنا إن كأنه مشع، المناطق المضللة دائما تلقاها كأنها مشعة. برضو عالية 10، خلوها 5 وناخده مشهد أقرب شوية باش يبان في الرندر. شيفت كيو اللي هو التأثير هذا، كأن الجسم مشع. وفي حالة طبعا في حالة إني أنا خليتها دايركت وجلوبال إليمينيشن، فبيعطيني الاثنين مع بعض. لكن طبعا في تأثير سيئة شوية على اللون. نقدر نخليها دايركت لايت، نقدر نتحكم في اللون. نخلوه مثلا دايركت زي ما قلنا.
فكان اللون بالأصفر. اللايت ماب، ما هذه قصة تانية. الإكسبوجر كومبوسايت إكسبوجر، هذه طبعا في حالة إني المشهد متاعي عندي كاميرا V-Ray فيزيكال كاميرا، لأن الفيزيكال كاميرا لها أعدادات خاصة. فمثلا عندي فيزيكال كاميرا في المشهد متاعي، والفيزيكال كاميرا ناخذ زاوية الرؤية اللي هي الكاميرا. فمجرد ان ما الاعدادات متاع الكاميرا متاعي، لما ناخذ المشهد متاعي بالفيزيكال كاميرا، وحنشرح الفيزيكال كاميرا بالتفصيل، حتشوفوا ان هي مظلمة شوية لأن تحتاج إلى إعدادات خاصة الفيزيكال كاميرا. فلو أنا فعلت الكومبوسايت إكسبوجر، هذا بيعطي إضافة للإضاءة تتعامل مع تغييرات الفيزيكال كاميرا. فالمشهد بتاعي كأني أنا مش حاط فيزيكال كاميرا زي ما تشوفوا توا. تمام، فيبرت ويت كلر. طبعا استثناء، لو اني بنستثني برضو نقدر نستثني مثلا الابريق من الإضاءة. فشيفت كيو، استثنينا الإبريق من الإضاءة ونقدروا عفوا نشيل الفيزيكال كاميرا مرة واحدة ونغيروا إعدادات الإضاءة، خلوها مثلا 2 بس، وخلوها بالمشهد بالطريقة هي. شيفت كيو، طبعا مستثنى الإبريق من الأمبيانت لايت. ما هذا ما ليش أي تأثير طالما ما فيش فيزيك الكاميرا. اكسكلود، تمام، استثناء، شيفت كيو، رجع التأثير متاع، ممكن الإضاءة مأترة. احنا عندنا دوم لايت تأثيرها عالي شوية، 0.25. كويس، شيفت كيو، برضو عالي نسبة أعلى من اللازم. نشوف للنهاية، تمام، قللنا النسبة. فزي ما تشوفوا هذا تأثيرها. هذا كل شيء اليوم، محاضرتنا القادمة بإذن الله حنتكلم عليه الـ iOS والـ Very Sun. نعطيكم فكرة هيك يعني بسيطة على الـ iOS لأنها مهمة شوية. الـ iOS
هي عبارة عن إضاءة، إضاءة عادي زي أي نوع من الإضاءات، لكن لها طريقة زي ما تشوفوا، عبارة عن نقطة، والنقطة هذه لها مسار. كل اللي يهمنا توا احنا حنشرحهم هذه الأشياء نوعا ما بالتفصيل. عندي الضوء مقفل أو مفتوح، المشهد موجود في المشهد متاعي، مشغل في المشهد أو غير مشغل، يعني التارجت، الدوران، الكاتوف اللي هو الحدود متاع الضوء بالنسبة للجسم اللي هو فيه، الشادو بايس اللي هو طبعا الظل بالنسبة للجسم دائما يكون أقل قيمة، بحيث أنه يكون واقعي جدا، أنه هو خارج من الجسم مش بعيد عن الجسم. احنا هذا كله حنشرحوه، بس نبي نوضح الإضاءة هذه اللي هي الـ iOS، مهمة جدا الـ iOS. نعطيها شوية هكي بعد، شوية تبعد عليه الحائط باش يكون تأثيرها أفضل. تمام، ونبو ناخده الإضاءة بس، مش الإضاءة والمسار متاعها، ونقول له أعطينا ماب. طبعا أنا عندي ملف خاص منزله، لو نعطيكم بإذن الله المحاضرة القادمة رابط اللي بيحمل الإضاءات هادو. فناخده مثلا واحد من الصور، ونقول له افتحنا في المشهد. مجرد ما نعطي، خلونا نلغي الإضاءة الأمبيانت لأن تشوه لي المشهد. تمام تمام ناخد ريندر. شفت كيو، طبعا هذا الظل بتاع المشهد، هو مش باين إلى حد ما. ممكن ناخده المشهد بطريقة أخرى بحيث إنه هو يبان. ممكن نلف المشهد شوية. ممكن نحركه الإضاءة نفسها والمسار بتاع الإضاءة بحيث إنه هو يكون على الحائط تقريبا. تمام 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 ناخده رندر. هذا الضوء، طبعا أنا مش مشتغل عليه نهائي، مجرد نبي نبينه بس. ممكن الخريطة اللي اخذتها مش مناسبة، نشوف خريطة أخرى مش مناسبة. ناخد الضوء، ضوء بس ناخده. ممكن هذه، ممكن نشوفه. شفت كيو، فهذا الضوء الناتج. طبعا اعدادات يعني مش مناسبة الى حد ما، لكن تلاحظوا ان نوع الظلال هي من يعني واحدة من الاشياء المهمة، ان هو فيه نويز شوية يحتاج الى معالجة في الريندر. ممكن تمام، اعتقد هيك افضل. شفت كيو،
تمام، ممكن أفضل شوية. هي عبارة عن خريطة لتوزيع الضوء والظل بطريقة تكون نوعا ما مناسبة. طبعا لها عدة متغيرات، أنا مش نهتم بها الحين، المحاضرة القادمة بإذن الله حنشرحها، هذا كله حنشرحه، يعني درجة الضوء ونوع الضوء وكل شيء يتعلق به. 1.75. يعني إلى حد ما قللنا فيه. أضعف شوية، ممكن ناخد خارطة أخرى. مش واضح جدا، هذا ممكن أوضح شوية. فهم عملية إنك أنت في أكثر من نوع من أنواع الـ iOS. بإذن الله المحاضرة القادمة نحط لكم الرابط اللي تقدروا تنزلوا منه، وكيف تقدر تتحكم فيه، وكيف تقدر تعرف الصورة اللي تبي تاخذها. تمام، هذا كل شيء اليوم. المحاضرة القادمة بإذن الله حنتكلم عليه الـ iOS، وحنتكلم عليه الـ V-Rays Sun اللي هي الشمس. هذه المحاضرة أعتقد أنها هي بسيطة، وإلى حد ما حاولنا نوضح فيها اللي فاتنا في المحاضرة الماضية، ووضحنا فيها بعض الأشياء على الأمبيانت. أمرها بسيط، هي الأمبيانت وضحنا، أو ما نقولوش وضحنا، لكن أعطينا نبذة بسيطة على الـ IES اللي هي الخرائط الخاصة بالإضاءة. طبعا المحاضرة القادمة بإذن الله حنتكلم على الشمس، إضاءة الشمس، وكيف تقدر تدير إضاءة واقعية للشمس، وخرائط الـ IES برضو حنتكلم عليها. نترك موضوع الماكس وندخله في موضوع النصيحة. لا شك ان احنا كلنا نطمح ان يكون عندنا علاقات اجتماعية مبنية على أسس صحيحة، ويفضل ان الانسان دائما يكون ناجح في أسس وعوامل هي اساس النجاح. فأول شيء حنتكلم على الأسس الخاصة بالنجاح. لو طبقت الأسس هذه بإذن الله حتى علاقاتك الاجتماعية وعلاقاتك حتكون مبنية على الأسس الصحيحة، ودائما تكون علاقاتك وطيدة وعلاقاتك ناجحة بإذن الله. طبعا احنا تكلمنا في أكثر من محاضرة موجودة على اليوتيوب بخصوص تحقيق النجاح. من ضمن الأشياء المهمة جدا في تحقيق النجاح، أو يكاد يكون أهم شيء، استغلال الوقت. الوقت بشمهندس يا بشمهندسين، والله أتمن شيء، وأنا دائما في كل محاضرة تقريبا نثني على الوقت اللي تخصصوا فيه لي. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. مهم جدا ان الانسان يستغل الوقت، لذلك من الاشياء المهمة استغلال الوقت،
وانا ما بيش نتكلم اكتر عليه الوقت، لان نوعا ما تكلمنا عليه اكتر من مره، ما بيش نكرر الكلام. ممكن في محاضرات قادمه نتكلم بطريقه مختلفه شويه لموضوع الوقت، لكن من اسباب النجاح اللي هي استغلال الوقت. النقطه الاخرى اللي هي من اسباب النجاح انك انت ما تبداش اي شغل الا لما انت تكون مصر انك انت تكمل المشروع متاعك او الشغل متاعك او الموضوع متاعك. فما تخليش اكثر من موضوع مفتوح في نفس الوقت، لان حيتشعب بيك وحتكون ملهيات كثيره عليه اكثر من موضوع في نفس الوقت، فيصير لك تشتت ومش حتكمل اي من المواضيع هذه اللي انت فيها. لو اضطريت دائما تتجه الى الموضوع الاصعب وتنجز الموضوع الاصعب او المشوار الاصعب او الشغل الاصعب هو الاول، لان هذا موضوع تكلمنا فيه اللي هو عضله الاراده، او كما سموها بعض العلماء عضله الاراده، لان تقدر تنميها، مخزونها ينضب ويصير لك دروب ويصير لك فشل، فدائما تتجه للاصعب ثم الاسهل ثم الاسهل ثم الاسهل. فالنصيحة هذه مهمة جدا، انك انت ما تحاولش تفتح اكثر من باب في نفس الوقت، هذا امر مهم. والامر الاخر انك انت لما تفتح باب مجال معين لازم انك انت تسكر المجال هو قبل ما تبدأ في العمل الاخر. يفضل، لان احيانا تحتم عليك ظروف انك انت تدخل مجال آخر أو تفتح باب آخر، يعني مش بإيدك، مضطر. فمهم جدا أنك أنت تحاول تقفل العمل بتاعك الأول باش تخش في العمل بتاعك الثاني. هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة اللي هي لازم يكون عندك خطة مرسومة أو نقاط معينة أو ليستة تحدد فيها أهدافك وتحدد فيها نقاطك، وهذه أكيد تكلمنا عليها أكثر من مرة. أمر مهم جدا أنك تدون الملاحظات وتدون الخطوات وتدون المشاريع متاعك أو البلان متاعك اللي أنت حتسويه في فترة معينة أو في سنة معينة أو في whatever، يعني أي وقت معين، لمدة 5 سنين، لمدة عندك خطة بتنجزها. يفضل انك انت تكتبها كتابة، مهم جدا الموضوع هذا، وهذا اعتقد من العادات المهمة للناس الناجحين. ونتمنى انك باشمهندس تكون من الناس الناجحين دائما، ولينا الشرف ان احنا تعرفنا عليكم وشفناكم ونصحناكم يعني. فهذا النقطة الأخرى. النقطة مش الأخيرة ولكن تعتبر أخيرا وليس آخرا، موضوع أنك أنت لازم تعكس السبوت الخاص بأفكارك وبرؤيتك للخارج وليس للداخل. يعني كيف الأمر هذا؟ احنا دائما ما تشوب الاختيارات متاعنا والقرارات متاعنا انعكاس على شخصيتنا، فاحنا نبنو الأمر هذا عليه تصور معين وعليه منظورات فكرية مخزنة عندنا قد تكون خاطئة. فأنا ما نقيسش يفترض الأمر هذا علي أنا، بل بالعكس نفكر فيه بشمولية ونخلي الضوء دائما مسلط للخارج باش نشوف الأمر هذا أو الشيء هذا أو علاقتي مع الشخص عليه ضوء صحيح. يعني بمعنى آخر أني أنا مثلا تعرفت بشخص يعني جديد، شخص أول مرة نتعرف به، فأنا ما نحطش تصورات من داخل أني أنا
قد يكون هذا سيء، قد كذا قد كذا قد كذا، فهذا كله يبنى عليه بناء خاطئ. يفضل أننا نكتشف فيه، هو نسلط الضوء عليه هو، بحيث نكتشف فيه المزايا متاعها والعيوب متاعها. وطبعا كلنا خطائين وكلنا عندنا عيوب، بس اللي تفرق ما بين الشخص الشخص والآخر، اللي هي اللي لازم تكون معيار، ان الانسان اللي المزايا متاعها اكثر من العيوب متاعها. بس انا لو نقيم الناس على اخطاء او سلوكيات معينه، حنقطع علاقاتي مع الناس كلها، لان كلنا عندنا عيوب وكلنا عندنا اخطاء وكلنا عندنا اشياء يعني. لكن منا اللي عنده مزايا افضل من العيوب متاعها، او المزايا متاعها تغطي على العيوب متاعها. ونصيحة أخرى، صديقك لما يكون صديق وكويس وعشرة وليك باع طويلة معاه وعمر لا بأس به، هنا ما نقيمش العيوب متاعها، لأن أحيانا تكون عندي عيوب أكثر منها. فالأفضل أني أنا نتقبل بمزاياه وبعيوبه، طالما أني علاقتي به استمرت لفترة من الزمن، فأكيد حيكون إنسان سوي. لكن لو أنا تعمدت أني أنا أنسلط الضوء عليه عيوب معينة، فمش حي مش حي مش حنوفق بالطريقة هي. هذا كل شيء بإذن الله. بارك الله فيكم على وقتكم التمين زي ما قلت لكم. جزاكم الله كل خير. يا ريت إذا أنت من المتابعين الجدد تفعل جرس باش يوصلك أول بأول. إذا عندكم أي ملاحظات أو أي شيء، يا ريت تتركوه في التعليقات. لو في طلب لأي شيء أنا حاضر بإذن الله. وإذا أنت من متابعينا اللي لهم فترة، أعتقد أنك أنت يعني أمر بديهي أنك أنت حتسوي لايك، لأن يدعمنا كتير اللايك ويحثنا عليه أن احنا نستمر في الأمر هذا. وزي ما شفتوا أنتوا، ورغم السفر ورغم العمل وكذا واحد، لكن مع هذا مش حننسى محاضراتكم ومش حنقصر معاكم بإذن الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.